اللي انت بتتكلمي عليه زاد قوي بعد تصريحات المدير الفني لمنتخب الجزائر بعد ما قال ما معناه يعني ان احنا مستنيين ان مصر اللي فازت قبل كده اكتر من مره بالبطوله تاخد لنا بطارنا انجاز التعبير. أيوة. فابتدت بقى الاصوات الانهزاميه تغرق الدنيا وتطرطش على الفيسبوك وعلى كل تويتر. ويا ريت من حد غريب يا كريم، ده منك انت، من الناس، لا وبيقول لك انت بتتكلم في ايه؟ يعني انت شايفنا كده بناء على ايه؟ بنشكرك على الثقه الزايده دي. طب واحنا ما ده حصل قبل كده مليون مره. على فكره ان هواندا قالته كله كلام مظبوط مليون في الميه. فكره ان احنا في العشر مرات اللي تواجهنا فيهم مع كوت ديفوار سبع مرات منهم احنا فزنا فيهم، تعادلنا مرتين زي ما كانت هواندا بتقول وخسرنا مره واحده، يعني تاريخيا احنا مكتسحين يعني كوت ديفوار من خلال كل مواجهاتنا من قديم الازل ابتداء من سنة 70. كانت بالمناسبة كان يوميها كانت المباراة لحسم المركز الثالث في البطولة، فوزنا في الماتش ده بنتيجة 3-1. مرورا بقى بنسخة 74 84 86 90 98 لحد طبعا ما وصلنا للجيل الذهبي للفراعنة، جيل الثلاثية. واجهناهم في 2006 مرتين، المرة الأولى كانت في دور المجموعات كسبنا 3-1، وفي النهائي لعبناهم ووصلنا معاهم في المباراة لركلات الترجيح وكسبنا وتوجنا بالبطولة على أرضنا وسط فرحة حوالي 80 85 ألف يعني مشجع كانوا موجودين وقتها في استاد القاهرة، طبعا غير الملايين اللي كانوا مغرقين الشوارع. كانت آخر مواجهة بينا في أمم إفريقيا سنة 2008، ويوميها كسبنا كام؟ 4-1. وللعلم يعني وقتها في الماتش ده بصفة خاصة برضو كان في ناس كتير كانوا شايفين إن إحنا هننزل وهيحصل فينا وهيكذا وهنخسر، واللي حصل إن اللعيبة لعبوا بأداء رجولي وبأداء مشرف، وكانت النتيجة الطبيعية وقتها إن إحنا نفوز. وطبعا يعني دي حاجة إحنا كلنا مستنيينها ومتوقعينها وبنحلم بيها مع الجيل الحالي، ونرجع نقول إن هو أنت ربنا يكرم. ربنا يكرم طبعا. بس زي ما هنرجع نقول تاني، طبعا الأصوات الانهزامية غير مرغوب فيها في الوقت الحالي أبدا. أنا بشكر الناحية التانية بقى، الجمهور أو الناس المشجعين اللي بتتصدى للتعليقات اللي زي كده. أنت عندك الدنيا شوية مقسومة، بس الكفة الأمثل أو الأرجح هي للناس بصراحة اللي بتدعم. بس الناحية التانية نهدى شوية، لازم نكون برضو ورا منتخبنا كريم. ما ينفعش لو هم حتى ادائهم مش اللي احنا متوقعينه ومش اللي احنا منتظرينه، ما ينفعش نصدر ده. فاكر انت الحلقه اللي كانت الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا عن تصدير الروح الانهزاميه ازاي بتاثر؟ الجماهير لها دور عظيم، اوعى حد يفتكر ان هو ملوش دور، لا انت ليك دور كبير جدا وبتاثر بشكل كبير جدا في نجاح المنتخب اللي بيلعب على الارض. اوعى تفتكر ان انت صوتك او كلمه وحشه او كلمه حلوه مش هتاثر، لا هتاثر وهتاثر بشكل كبير. يا ريت نساند منتخبنا مهما كان في انتقادات، مهما كان في تصريحات من المدير الفني مش على هوانا، مش عجبانا، مش صح، بس خلينا ننتظر ونشوف باذن الله.